مشاهدينا، وللحديث أكثر عن مبادرة حياة كريمة وأيضا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ينضم إلينا الأستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ صلاح، أهلا بحضرتك معنا على شاشة إكسترا نيوز، ونتابع مع حضرتك أهم جهود حياة كريمة. طبعا أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين. هو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في شهر مارس من العام الماضي، أي مضى على إنشائه حتى الآن حوالي عام. نعم. يعني التحالف خلال هذه الفترة قدم العديد من المبادرات، وشارك منظمات المجتمع المدني والأهلي في العديد من تقديم العديد من الخدمات، سواء كانت خدمات صحية أو تعليمية أو عمرانية، وشارك أيضا في مبادرة حياة كريمة التي تعمل حتى الآن على قدم وساق في أكثر من 4500 قرية مصرية منتشرة في ربوع المحافظات المصرية. هذا التحالف يضم أكثر من 30 جمعية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي. فالجهود التي تبذل في هذا الإطار تصب جميعها في إطار التنمية والتحديث والتطوير والتعاون في جميع المجالات التي تخدم المجتمع المصري. نعم أستاذ صلاح، يعني مشروع حياة كريمة بيعتبر أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث، كيف ذلك يا أستاذ صلاح؟ طبعا هو الحديث عن مشروع حياة كريمة، هذا المشروع الرائد في التنمية ليس مشروعا صغيرا أو مشروع يمتد لفترة وجيزة، لكنه يشمل أوجه الحياة في القرى التي تشملها. المشروع في مرحلته الأولى التي قربت على الانتهاء حقق نجاحا كبيرا. المشروع تكلفته النهائية تزيد على 1 تريليون جنيه، وهو بالفعل من المشروعات الضخمة ليس فقط في مصر ولكن يعني في العالم بأسره، نظرا لأنه يستهدف في المقام الأول تحديث وتطوير البنية التحتية إلى جانب تطوير حياة المواطن في هذه التجمعات والقرى التي لم تشهد تطويرا منذ فترة طويلة. فالمشروع لا يقتصر فقط على توفير البنية الأساسية أو الحياة المعيشية، بل أيضا يسعى إلى النهوض بحياة الإنسان في هذه الأماكن. نعم. يعني يمكن احنا كلنا يعتبر أستاذ صلاح، يعني كلنا لينا أصول ريفية، وياما زرنا الريف والقرى، كنا بالنسبة لنا يعني اللي بنسمع عنه من خلال مبادرة حياة كريمة أو مؤسسة حياة كريمة كان يعتبر زمان حلم. بالضبط يا فندم، لأنه أولا القرية المصرية كانت تعاني منذ فترة طويلة من التهميش وعدم تلبية متطلباتها الحياتية الأساسية، حتى من مياه شرب نظيفة وصرف صحي نظيف ومتطور، إلى جانب حتى بعض القرى كانت تفتقر إلى الخدمات من الكهرباء ووسائل الاتصال الحديثة. فالآن مشروع حياة كريمة يسعى إلى توفير كل هذه الأشياء، إلى جانب أنه بيمد القرى من احتياجاتها، أولا من تحقيق الخدمات الأساسية من مدارس ومجمعات صحية ومجمعات خدمية، إلى جانب يعني مد هذه المجمعات باحتياجاتها من وسائل التكنولوجيا المتطورة، حتى يلحق المواطن الذي يعيش في هذه القرية بركب التنمية والتطور، ولا يحتاج إلى التنقل من قريته إلى المدينة الأقرب إليه للحصول على الخدمات التي توفرها الدولة عبر هذه المؤسسات. فتم نقل هذه المؤسسات إليه، المؤسسات الخدمية تحديدا، إلى جانب مد القرى بالوحدات الصحية التي تحتاجها والمدارس المتطورة والمنشآت التي يحتاجها بالفعل، بدلا من أن يحتاج إلى أن ينتقل إلى المدينة، لا، المدينة هي التي انتقلت إليه من خلال هذه المبادرة.
نعم. أستاذ صلاح، يعني عند رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ده بيؤدي إلى تحسين طبيعة الحياة بوجه عام كما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإن تحسين حياة المواطنين أو 60% من حياة الشعب المصري يعني في سنوات قليلة بيعتبر من أهم حقوق الإنسان، لأن الإنسان له الحق في إن هو يحيا حياة كريمة. طبعا هو الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تنادي بحق المواطن ليس فقط في حقه في التعبير عن الرأي، ولكن أيضا في حقه في الملبس والمسكن والحياة الكريمة. فالحياة الكريمة تشمل جميع الأوجه التي يجب أن يحيا عليها، فتوفير المسكن وتوفير التعليم المناسب وتوفير الخدمات الصحية. أعتقد أنه مبادرة حياة كريمة الهدف الأساسي هو تطوير وتنمية الإنسان وتنمية وعيه، بدليل أنه المدارس والمنشآت التي يتم إنشائها لا تقتصر فقط على تقديم هيكل خرساني بشكل الذي كانت يعني في السنوات والأعوام الماضية يتم إنشاء الشكل بدون المبنى دون الاهتمام بالشكل أو المظهر، لا، الآن أصبح أيضا المظهر جزء أساسي من حياة الإنسان باعتبار أنه المظهر شيء مهم. فالمسألة أنه توفير هذه المستلزمات يجب أن ينهض بالإنسان وينمي قدراته ومداركه حتى يلحق بركب التنمية المتطور، وليس فقط يعني مد القرى بالكهرباء والماء وهي حاجات أساسية بطبيعة الحال، إلى جانب أنه توفير المدارس والمنشآت الصحية وغيرها من المنشآت الحكومية أصبح الآن لها يعني مظهر حضاري يميز المواطن المصري ويميز الحياة في الريف المصري. فمن البيئة تم الاستعانة بالمصممين والفنانين في هذه، حتى يعني تكتسي المدارس بلوحات كما نراها. فأصبح الآن الهدف الأساسي هو تطوير وتنمية الإنسان في هذه التجمعات السكنية والقرى التي بالفعل تشهد تطويرا ملحوظا. نعم. وأيضا يا أستاذ صلاح، يعني لو أضفنا إلى ذلك أو إلى ذلك هذه الجهود مثلا مبادرة ازرع للاستهداف لمثلا زيادة مساحة الرقعة الزراعية، وده طبعا هيبقى في القرى وفي الريف، وأيضا مثلا مبادرة ابدأ لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ده أيضا يضيف إلى تحسين حياة الإنسان وتغيير فكره ونمط حياته. طبعا هي كل هذه المبادرات الهدف الرئيسي منها هو النهوض بالإنسان. فالمبادرات التي تستهدف يعني مبادرة حياة كريمة هي تستهدف تطوير وتنمية حوالي 58 مليون يعيشون في معظم القرى والنجوع في ربوع مصر مترامية الأطراف. فهذه المبادرات جميعها سواء مبادرة ابدأ أو مبادرة ازرع الهدف منها أولا الاعتماد على المكون البشري الموجود في هذه التجمعات، إلى جانب أنه يتيح لهم المزيد من فرص العمل ويعمل على توظيف قدرات الشباب من أجل النهوض بالمجتمع. فالمسألة الآن أصبحت هناك بالفعل يعني مبادرات تسعى إلى تحقيق أو تحقيق التنمية بشكلها الأوسع، إلى جانب أنه التحالف الوطني للعمل الأهلي باعتبار أنه تم تضافر كل المؤسسات التي كانت تعمل في هذا المجال، باعتبار أن عام 22 كان عاماً للمجتمع المدني. فالمسألة الآن أصبحت تأخذ منحا جديدا في إطار أنه العمل المؤسسي أصبح الآن له طابع مؤسسي وطابع تنموي في نفس الوقت. نعم. فالمسألة أنه هذه المبادرات جميعها سواء ابدأ أو ازرع أو غيرها من المبادرات التي تحاول أن تنهض بالمجتمع وتحاول أن توظف القدرات والإمكانات الموجودة داخل المجتمع للنهوض به من خلاله. وأيضا الهدف يعني يمكن هناك أهداف أخرى أستاذ صلاح، وهي مثلا منع الهجرة الداخلية وتغيير في التركيبات السكانية للمحافظات. طبعا، لأنه إذا تم توفير فرص عمل للمواطن في القرية التي يعيش فيها هو المواطن المصري بطبيعة الحال غير ميال للهجرة. نعم. لكن يعني حتى معروف عن المصري عندما يهاجر الخارج هو يعود إلى وطنه مرة أخرى، يعني المجتمعات الأخرى أو البلاد الأخرى عندما يهاجر مواطن قد لا يعود. فالمواطن المصري مرتبط بأرضه ومرتبط ببيئته،
فتوفير الفرص العمل في البيئة المحيطة به أو داخل قريته من شأنه أنه يربط المواطن بهذه القرية. فبطبيعة الحال أنه كل المبادرات دي بتسعى إلى توفير فرص عمل ومحاولة أنه يعني المواطن يجد حوله ما يحتاج إليه من أساسيات الحياة، وبالتالي هو لن يقدم على الهجرة من داخل الريف إلى المدن، وبالتالي الريف يكون يعني مكتفيا ذاتيا. واعتقد انه هدف الدوله المصريه في المستقبل هو توفير بنيه ملائمه للتنميه وتحقيق تطلعات المواطن من خلال هذه المبادرات جميعا. ان شاء الله نكون في احسن حال. انا بشكر حضرتك الشكر الجزيل الاستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط، كنت متحدثا هاتفيا لاكسترا نيوز، شكرا جزيلا لك.